أهلا بكم. يعلق بعض العرب الرسميين آمالا عريضة على الانتخابات البرلمانية في العراق والتي أجريت في 12 من شهر أيار الماضي، وتتمثل هذه الآمال العربية الرسمية بالتعويل على مخرجات هذه الانتخابات والتحالفات السياسية لشركاء العملية السياسية لتشكيل الحكومة القادمة. واللافت أن هذا الرهان العربي الرسمي لم يتأثر بما رافق هذه الانتخابات من عمليات تزوير كبرى، وهي الأسوأ منذ انتخابات العام 2005، فضلا عن المقاطعة الشعبية الكبيرة لها والتي تخطت نسبتها 80%، وفق فريق المراقبين البريطانيين وعدد من النواب والذين شاركوا في هذه الانتخابات. الموقف العربي الرسمي وانتخابات العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما مدى واقعية رهان بعض العرب الرسميين على الانتخابات في العراق لإخراج البلد من أزمته الكلية المزمنة؟ وبما اختلفت هذه الانتخابات عما سبقها من انتخابات في حقبة الاحتلال حتى تحظى بكل هذا التهليل العربي؟ وهل أزمة العراق مرتبطة بشكل وطبيعة الانتخابات البرلمانية، أم أن المشكلة الرئيسة هي في الإطار السياسي الحالي؟ وهل ستسمح قوتا الاحتلال الرئيسيتان في العراق، أمريكا وإيران، لأي كان التلاعب بالأسس الحالية للعملية السياسية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد الله الغيلاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الموقف العربي الرسمي من الانتخابات في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، واضح أنه بعض العرب الرسميين على الأقل يراهنون أو يعولون على الانتخابات التي جرت في العراق في 12 من هذا الشهر، على اعتبار أنها ربما تشكل مسارا أو مخرجا لأزمة العراق المستمرة منذ عام 2003 إلى اليوم. ما هي الاختلافات في هذه الانتخابات عن الانتخابات التي سبقتها حتى تحظى بكل هذا التهليل أو يستبشر بها العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما الاختلاف أستاذ ماجد، يعني أريد أن أبدأ من النهاية من حيث انتهى سؤالك. نعم. الاختلاف ليس في طبيعة الانتخابات وشكلها التي جرت في العراق، هذه لم تختلف نهائيا، وأيضا لم يختلف الخلل الموجود في النظام العربي، هذا الأساس في كل ما حصل. النظرة العربية لما يجري في العراق الآن تعود إلى وجود خلل واضح ومشخص في النظام الرسمي العربي. النظام الرسمي العربي يعاني من خلل كبير منذ عقود عديدة. انعكس هذا الخلل بالتالي على قرارات الفردية، قرارات الدول العربية والقرارات العربية مجتمعة عبر الجامعة العربية، حتى صرنا نتحدث عن أن أي قرار يعني تريد أن تسوفه، تريد أن تجعله من قرارات العبثية، تذهب به إلى الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية هي جزء من هذه المنظومة الهرمة للنظام العربي الرسمي. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها، هي تجسيد للنظام العربي، الجامعة بالضبط. فبالتالي الذهاب إلى الجامعة، اعتبار الجامعة العربية تمثل النظام الرسمي العربي بهذه الطريقة، هو ربما تعبير دقيق وحقيقي عن واقع هذا النظام العربي الرسمي. لأن الجامعة العربية في مجمل قراراتها، في مجمل توجهاتها، تعبر عن شيخوخة منذ الولادة، تعبر عن هرم، تعبر عن عدم قدرة على اتخاذ أي شيء. هناك إطار محددها في خطواتها، في تصرفاتها، في رؤيتها. وهذه الجامعة هي جامعة الأنظمة العربية وليست جامعة الشعوب. نعم، لذلك أنا أتحدث عن النظام الرسمي العربي. نعم. لا أتحدث عن النظام الشعبي العربي. نعم. اللي موجود. نعم. الشعوب العربية غير شكل. أنا أتحدث عن خلل في النظام الرسمي العربي. نعم.
ومن خلال هذا النظام الخلل في النظام الرسمي العربي ينظرون إلى العراق وينظرون إلى أنفسهم وينظرون إلى علاقاتهم، يعني دائما ما يتصورون أو هكذا. حالة الخلل هذه في النظام العربي انعكست على شخصية الحكومات وانعكست على شخصية الأنظمة، تنظر إلى نفسها بعين صغيرة، تنظر إلى نفسها كقوة ضعيفة جدا جدا غير قادرة أن تفعل شيئا. حتى لو يعني في نفس الوقت لو تقارن نفسها هذه الأنظمة العربية مع صغر حجمها مع هذه النظرة، لو تقارن نفسها مع ما موجود في أوروبا من دول أوروبية، أوروبا في عام 1957 قررت أن تكون في اتحاد أوروبي وبدأت الخطوات لإنشاء اتحاد أوروبي. لاحظ رغم الاختلافات العرقية إثنية، اختلافات في أوروبا، اختلافات إثنية واسعة وكبيرة، اختلافات دينية طائفية فكرية توجهات لغة، اختلافات كبيرة، لكن لاحظ أوروبا وصلت إلى إطار محدد. نعم هناك اختلافات في داخل الدول في سياسات كل الدول، لكن في الإطار العام الاستراتيجي هم يتفقون على أمن هذه المنظومة، على وحدة هذه المنظومة، على سياساتها، على اقتصادها. فيما يخص العرب وفيها دول في المنظومة الأوروبية ضعيفة، لا تمتلك موارد، لا تمتلك قدرات، لا تمتلك حتى شخصية موجودة في الاتحاد الأوروبي. نعم دكتور، في قضية الانتخابات هل هناك موقف عربي مختلف هذه المرة مع هذه الانتخابات، أم أنه هذا الموقف العربي نفسه منذ 15 سنة؟ هذا ما ردت أن أصل له. أنا يعني بدأت في النظام العربي، الخلل في النظام العربي وصولا إلى هذه الرؤية، كيف تولدت هذه الرؤية تجاه العراق واتجاه الانتخابات. الرؤية من عام 2003 وحتى قبل هذا، من أعوام حصار العراق، رؤية قاصرة غير قادرة، رؤية تعتمد أسلوب فردي، ليس هناك مشروعا عربيا ينظر إلى العراق وينظر إلى قضايا الأمة بنظرة فاحصة دقيقة تضع في اعتبارها مصلحة الأمة، مصلحة هذه الأقطار. أبدا، دائما ما تكون هذه القرارات أو التوجهات أو السياسات من هذه الدول اتجاه العراق، أنا أتحدث عن العراق الآن، اتجاه هذا العراق بإيرادات خارجية، بإيحاءات خارجية، بدفع خارجي على أكثر احتمال، والباقي هي نظرات فردية وتفسيرات غريبة عجيبة. في العراق من عام 2003 لحد الآن العراق ذاهب من سيء إلى أسوأ، كل الدول العربية تعرف هذا الموضوع، كل الجوار العربي يعرف هذا الموضوع ويعرف أن النيران المشتعلة في العراق نيران كبيرة جدا جدا، والخلل ربما هذه النيران تنتقل إليهم وانتقلت إليهم. لكن عندما تسأل ما هي الإجراءات التي اتخذها العرب اتجاه هذه الحاطة بها، كيف تعاملوا معها، تجد أن تصرفاتهم غريبة عجيبة في الوقت الذي الشعب العراقي يرفض العملية السياسية، يرفض الانتخابات، في آخر انتخابات تجد أن العرب يهرولون. سنتحدث عن هذه النقطة، ما الذي لمس العرب من مؤشرات إيجابية؟ ما هو هذا في قضية الانتخابات؟ نعم. هناك أيضا هناك دكتور هناك لوم على العرب أن العرب تركوا العراق، لم يتدخلوا في العراق، لم يحضروا العراق الذي احتل بعد 2003. وعندما يحضر العرب إلى المشهد العراقي أيضا يكونون في موقع اللوم. نتحدث أكثر عن الموقف العربي. دكتور عبد الله الغيلاني في مسقط، يعني هل ترى فعلا أن هناك تعاطيا عربيا رسميا مختلفا هذه المرة مع قضية العراق بالتعويل على هذه الانتخابات التي جرت قبل في 12 من هذا الشهر، وأنه ربما تشكل هذه الانتخابات مسارا مختلفا لإخراج العراق من أزمته المستمرة منذ 15 سنة؟ هل هناك فعلا تعاطيا مختلفا أم القضية نفس المسار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا بالمشاهدين الأعزاء ضيوف الأكارم. أهلا وسهلا أخي الكريم. نحن نتحدث عن العرب، عن أي عرب نتحدث؟ من نقصد بالعرب الذين يمكن أن يستفيدوا من الحالة العراقية ويتم توظيفها لمصلحة مشروع عربي قائم؟ مصر هي خارج الحسبة الآن، سوريا مشغلة بالاحتراب الداخلي، العراق طبعا أخرج من الدائرة العربية. هذه الدول العربية المركزية لم يبقى إلا المملكة العربية السعودية. السؤال الآن، هل المملكة العربية السعودية باعتبارها هي من يقود القاطرة أو يفترض أن يقود القاطرة العربية الآن،
هل المملكة العربية السعودية تملك مشروعا واضحا بينا متكاملا؟ وبالتالي يمكن أن يعني يسعى هذا المشروع إلى جذب العراق وتوظيفه لمصلحة هذا المشروع العربي؟ أنا أقول لا، المملكة العربية السعودية اليوم تخوض حروبا متعددة في اليمن وفي الخليج ورعيها مع قطر وفي سوريا وفي غيرها، ولكنها لا تملك رؤية على المستوى العربي. إذن ليس هناك مشروعا عربيا واضح المعالم بين القسمات يمكن الحديث عنه. الذي حدث أن المملكة العربية السعودية في إطار صراعها مع المشروع الطائفي الإيراني حاولت أن تستقطب بعض القوى المذهبية العراقية كالتيار الصدري، و يعني قام بعض الركوز السياسية العراقية بزيارة المملكة العربية السعودية، ففسر هذا على أن المملكة تحاول أن تفقد اشتراكها في الحالة العراقية، يعني حاولت منها في أن تستوعب العراق ضمن مشروع الصراع مع إيران، ولكن ليس هناك مشروعا عربيا مكتملا أو رؤية عربية اليوم، وإنما ينظر إلى العراق من خلال زاوية الصراع مع إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الحديث عن العراق بعيدا عن التفاصيل، بعد الغلط الأمريكي للعراق حدثت تحولات جذرية. اليوم نحن نتحدث عن عراق مختلف تماما عن العراق الذي كان قبل 2003. نتحدث عن عراق اليوم يعاني من انهيار قدمي كامل تقريبا. نتحدث عن عراق واقع تحت الخطوة المذهبية يعني سياسيا. نتحدث عن عراق ضربه الفساد بشكل غير مسبوق. نتحدث عن حالة انفصام في العراق اليوم بين يعني هذه القوى السياسية الممثلة في الأحزاب الطائفية وبين المكونات الشعبية بكل طوائفها السنية والشيعية والكردية. إذن العراق اليوم عراق مختلف تماما، وبالتالي معالجة الحالة العراقية لا يمكن تكون عبر انتخابات. يعني هذه الانتخابات بطبيعة الحال كما رأينا جميعا تم مقاطعها على نطاق واسع من الشعب العراقي. هذه الانتخابات عانت كثيرا من التزييف ومن الفساد والتدخلات، وبالتالي هي ليست انتخابات نزيهة. ويعني بعيدا عن هذه الاعتبارات التفصيلية، إذا نظرنا إلى الخارطة السياسية التي أفرزتها هذه الانتخابات، هل يمكن حتى لو افترضنا أن المملكة العربية السعودية اليوم تملك رؤية، هل الخارطة التي أفرزتها الانتخابات العراقية الأخيرة يعني تفتح مجالا للعرب السعودية أن تدخل إلى الحالة العراقية وتحاول توظيفها لمصلحة مشروع عربي أو حتى لمصلحة صراعها مع إيران؟ كلا، لا زالت القوى. سنتحدث دكتور إذا سمحت لي أكثر عن قضية هي المقيمة. نعم. في المشهد العراقي، عن قضية حظوظ ربما هذا الموقف العربي الرسمي بإحداث قوة أو شرخ في هذا الجدار الطائفي الموجود الآن في العراق عبر التنسيق أو الدخول على بعض القوى العملية السياسية. دكتور عبد الحميد العاني، في ضوء انعدام المشروع العربي كما قال دكتور عبد الغيلاني ضيفنا من عمان، ما هي المحددات اللي حكمت الموقف العربي الرسمي من العراق المحتل منذ 15 سنة إلى اليوم؟ وهل فعلا هناك موقف عربي رسمي جديد يتبلور من العراق بعد هذه الانتخابات، أم أن القضية قضية الموقف العربي الرسمي كما هو منذ 2003 لم يتغير، ربما التغيير هنا وهناك شكليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. معلوم أن المصالح والعلاقات الدولية تقوم على المصالح بالدرجة الأساسية، لكن نحن في البلاد الإسلامية يضاف إلى هذه المصالح القواسم المشتركة بين هذه البلاد، ومن أهمها على رأسها الدين والتاريخ واللغة. لكن للأسف رأينا أن الكثير من هذه البلاد أو الدول الإقليمية أكثرها قد تعاملت مع العراق تعاملا بعيدا عن هذه المصالح حقيقة الأمر. نعم هنالك تغير، كان في بداية الأمر إهمال كامل، ثم بعد ذلك أصبح تدخل، لكن حتى هذا التدخل إلى الآن ليس فقط ليس فيه جدوى، بل ربما يسير بالاتجاه الخاطئ. أيضا أمر آخر في هذه الدول العلاقات، أنه يجب أو يفترض أن تقوم على مؤسسات تقوم بدراسات واستقراء لهذه الواقع وانتخاب أو النظر إلى عدة خيارات والنظر بما هو مفيد لهذه الدول.
لكن الذي رأيناه في واقع الحال خلال هذه السنوات أن المحدد الذي قامت عليه هذه العلاقة هذه الدول أو أكثر هذه البلاد الرسمية بالعراق قامت على تبني وجهة النظر الأمريكية، الاحتلال الأمريكي. الأمريكان جاءوا إلى العراق بداية لمشروعهم في الشرق الأوسط، وهذا أمر معلن، احتلال العراق. وفرض الاحتلال الأمريكي عملية سياسية، وقال هذه العملية هي الممثل الوحيد للعراق. كان للأسف التعامل مع هذا الممثل الوحيد من وجهة نظر الأمريكان فقط، وأهملت بقية الجوانب الأخرى. لم يتم الالتفات لا إلى القوى الوطنية العراقية ولا إلى صوت الشعب العراقي ولا إلى من يمثل هذا الشارع العراقي بمختلف اتجاهاته. نحن نعلم في العراق هنالك قوى وطنية أحزاب وأعلنت عن موقفها منذ البداية، هنالك رموز عشائرية، هنالك رموز دينية، كل ذلك لم يتم الالتفات إليه، وإنما كان التعامل الرسمي الحكومي للدول العربية مع المشروع الأمريكي مع هذه هذا المشروع الأمريكي باعتباره أنه هو الممثل الرسمي فقط، وأهملت بقية الجوانب الأخرى. حتى بعد أن تم تجريب فشل هذا التعامل وأنه عاد بالسلب على هذه البلاد، رأينا أنه لم يتم تغيير. لماذا؟ رأينا أيضا في خلال الفترة الماضية كلها أنه أحيانا أيضا فضلا عن هذا التعامل مع المشروع كالاحتلال فقط، أن كان هنالك التعامل من خلال قنوات خاصة محددة، لم يتم محاولة تجريب بقية القنوات الأخرى، يعني قنوات الاتصال. نعم. حتى أنه بعض هذه البلاد كانت تعتمد في ملف العراقي على أشخاص في تلك البلاد وليس على مؤسسات، وربما بعض هذه الأسماء أو هؤلاء الأفراد الذين تعاملوا مع الملف العراقي كما سمعنا وقرأنا في بعض الأخبار أنه حتى هؤلاء الأفراد مع الأسف تأثروا بداء الفساد الموجود في العراق، فكانوا لا ينقلون إلى بلادهم تلك الحقيقة أو الأمر الحقيقي في العراق، بل كان يتم تبني الوجهة الرسمية وهو استمرار المشروع الأمريكي في العراق وعدم محاولة إظهار أو إبراز ثغرات أو الأخطاء في هذا المشروع وآثاره التدميرية على تلك البلاد أنفسها. بعد هذا المعطى الجديد الذي ظهر في الانتخابات الأخيرة من المقاطعة الشعبية التي بلغت 85% وعمليات التزوير، ربما ستكون إعادة نظر لمجمل هذا المشروع إذا كان فعلا يعني يمثل إرادة يعني شعبية للناس في العراق. دكتور رافع، العرب الرسميين أو بعض العرب الرسميين هل يعتقدون أن مخرجات هذه الانتخابات الأخيرة ستكون مختلفة تماما عن مخرجات أخواتها ونظيراتها اللي جرت فيها السنين السابقة، لذلك هم الآن يعلقون آمالا وثم التفاؤل أو استبشار؟ هل قرأوا؟ هل ثمت مؤشرات مختلفة هذه المرة وقد يبنى على هذه الانتخابات لشيء للبلد للعراق؟ يعني ربما من الغريب أنه يصرح البعض من العرب الرسميين أنه هناك تغيرات ممكن البناء عليها، من الغريب جدا جدا. القوى التي تصارعت وليس تنافست على الانتخابات بهذه الطريقة هي نفس القوى التي دخلت العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن، أضيفت لها وجوه جديدة هي من نفس القوى. نعم، ويعملون تحت نفس المظلة، نفس المظلة، نفس الإطار، نفس المحاصصية، نفس الفكرة التي جاءت، نفس المشروع السياسي للاحتلال الذي بني عام 2003 ما زال ماضيا في طريق، نفس القطار اللي دفعوا الأمريكان كل هؤلاء المشاركين بالعملية السياسية لركوب هذا القطار والمضي بعربات على هذه السكة وصولا إلى محطة في الهاوية السحيقة، نفسه ماضي. ما الذي تغير الحقيقة؟ إذا فازت هذه الكتلة أو تلك الكتلة أو هذه الكتلة بعدد من المقاعد أقل أو أكثر، ما الذي يعني هذا؟ لا يعني شيئا سوى أن هذه العملية السياسية نفسها بإطارها المحاصص الطائفي الإثني ماضية في طريقها، وهذه العملية طوال 15 سنة لم تثمر سوى خرابا ودمارا على العراق، والكل يشاهد هذا والعرب شهود عليه، يعرفون أن ما جرى في العراق من عام 2003 هو مسلسل لتدمير العراق، لسرقة ثرواته، لجعل قوة غير لسلب قوته. يبدو دكتور إذا سمعت لي في نقطة، الموقف العربي الرسمي يحدده
أو ينظمه قضية واحدة، وهو قضية أنه هذه القوى قريبة من إيران وهذه القوى بعيدة عن إيران، يبدو أنهم غير معنيين لا بقضية أنه بالعراق دمر ولا بشعب ذبح ولا بكذا، هذا بعيد عن إيران وهذا قريب من إيران، أي توظيف الحالة العراقية في خدمة صراع إقليمي. حتى لو كان هذا صحيح، نعم لنفترض هذا صحيح، أقصد هكذا يفكر العرب، حتى لو كان هذا التفكير، هل هذا واقع موجود في العراق؟ حتى لو كان هذا التفكير هو الذي يحكمهم، نعم، وليست إملاءات خارجية، نعم، هذا التفكير هم رؤيتهم يرون أن هناك قوى هذه بعيدة عن، من هي القوى البعيدة عن إيران ومن هي القوى القريبة من إيران؟ نعم، كل القوى خرجت وتخرج من تحت العباءة الإيرانية، هذه لعبة معروفة ويعرفون كل القوى الآن المشاركة في العملية السياسية هي قوى حاصلة على الضوء الأخضر من إيران، وإيران ترعاها بما فيها القوى السنية، لنكون واضحين جدا جدا، بما فيها القوى السنية، بما فيها بعض الشخصيات السنية التي دخلت في أحزاب وقوى أو ائتلافات شيعية، يعني إذا كنا نتحدث مثل ما يريدون بالتسميات هذه التي شيعي وسني وكردي وعربي، كل هذه القوى تحت المظلة الإيرانية، إيران هي من تتحكم بالعراق على الساحة العراقية، قاسم سليماني من الآن يجري جولاته لتشكيل الحكومة وقبلها لتشكيل التحالفات وكيف ويحدد عدد الكراسي، ما الذي يفكر به العرب؟ كيف يمكن أن يفكروا؟ هذه قضية الإملاءات الخارجية التي تملى عليهم أو تفكيرهم القاصر في الرؤية للعراق، هذه يجب أن يغادروها، مو من أجل مصلحة العراق، أنا لا أتكلم عن مصلحة العراق، لا تهم مصلحة العراق، لو كانت تهم العرب والإقليم مصلحة العراق لما وصل الحال إلى هذا المستوى. نعم. أنا أتحدث عن مصالحهم. نعم. مصالح كل هذه الدول، مصالح الدول العربية، هو يهم أن يكون عراقا مستقرا هادئا، لا تنتقل نيران من عند، لا تشتعل نيران على حدوده أو من داخله وتنتقل إليه، كيف يمكن أن يكون هذا الحال بمجيء هذه القوى أو تلك القوى؟ هذه قوى هو لديه كل المشروع العربي، يقول إذا كان هناك مشروعا عربيا، لديه صراع مع قوى اسمها إيران، وهذه لديها مشروع طائفي، لديها مشروع توسعي، كيف يمكن أن تواجه هذا؟ أنت دفاعا عن وطنك، دفاعا عن كرسيك، دفاعا عن نظامك، يجب أن تفعل الصحيح. العراق كيف يمكن أن نتعامل معه، في حالة استقرار أم في حالة فوضى؟ إذا كان في حالة فوضى فهذه الفوضى مستمرة من 15 سنة لحد الآن، ونيرانها تنتقل الآن إلى، مو إلى عتبات بيوتهم، بل إلى مخادعهم، وكثير من المخادع الخليجية والعربية دخلت هذه النيران الآن وهي مشتعلة، وهم يعرفون هذا. كيف يمكن النظر، كيف يمكن التعامل مع عراق مستقر أم مع عراق مملوء بالفوضى؟ الاستقرار العراق يجب أن يكون هناك مشروع، يجب أن ندعم القوى التي تؤسس لمشروع وطني، العراق لا يستقر إلا بمشروع وطني، وهذه القوى غير متوافرة بالعملية السياسية، غير موجودة، هذه قوى مملوكة أيضا، لديها إملاءات خارجية مملوكة للخارج، مملوكة أيضا لإيران. الموقف العربي الرسمي دكتور أيضا ليس في وضع جيد أو ليس في وضع قوي، المشروع الموجود في العراق هو مشروع أمريكي، وبالتالي عملية إزاعة هذا المشروع أو التعرض له أنت تصطدم بالولايات المتحدة. أستاذ ماجد، نعم، نقطة مهمة جدا الآن، الآن العرب، أمريكا ليست أمريكا 2003، قلناها ونقولها أكثر من مرة، العرب أن ينظروا إلى التغيرات الحاصلة دوليا وإقليميا، أمريكا ليست أمريكا هاي القوة الهائلة التي كانت في 2003، متاح مجابهتها تعتقد دكتور؟ ليس مجابهتها، لكن على الأقل اللعب على التناقضات الموجودة. نعم. الدخول من خلال هذه التناقضات الموجودة، الدخول من خلال الانكسارات الكبيرة، الدخول من خلال الأرقام المعلنة الآن، 80% من الشعب العراقي يرفض العملية السياسية، الأمم المتحدة كوبش ممثل الأمين العام يعترف، يقول إنه العزوف عن الانتخابات هو عدم اعتراف الشعب العراقي بالعملية السياسية، إذن الأمم المتحدة والعالم يرون، وهم يرون ذلك، أن ثلاثة أرباع الشعب العراقي، أكثر من ثلاثة أرباع، نعم أكثر، نعم أكثر، أكثر من 80% من العراقيين رفضوا العملية السياسية. هذا الموقف ليس عبثي، ليس ترفا، هذا موقف صريح وواضح برفض العملية السياسية. ألا يمكن اللعب عليه؟ لا يمكن المراهنة عليه؟ هذا الذهاب مباشرة إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف، دعمهم من أجل إحداث خلل
معين للاستفادة منه بعد، وبالتالي ينقلب وبالا عليهم والنار ماضية إلى مخادعهم. هذه خاصة هذا الأسلوب قد جرب أكثر من مرة في السنوات السابقة. يعني إذن مشاهدي الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقتنا عن الموقف العربي الرسمي من الانتخابات البرلمانية في العراق. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الموقف العربي الرسمي من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، في مسقط، ما هي المؤشرات الإيجابية هذه المرة التي قرأها العرب في قضية الانتخابات البرلمانية الأخيرة فجعلتهم أو بعض منهم يعتقدون أنه هذه الانتخابات قد تكون مخرجا، لابد من دعمها، لابد من تقديم الإسناد لها، لابد من الانفتاح على بعض قواها الطائفية لانتشال العراق من هذا النفق، اخراجه من هذا النفق المظلم، لايضا الاستفادة منها في وتوظيفها في صراع العربي، صراع بعض العرب مع إيران، قد تكون نقطة إيجابية لحساب العرب. هل ثمت مؤشرات إيجابية بهذا الاتجاه، لذلك هذه الاندفاع العربية نحو العراق أو نحو العملية السياسية وبعض قوى الطائفية؟ نعم، ليس هناك من مؤشرات جوهرية يمكن البناء عليها. ليس هناك مؤشرات ذات ثقل موضوعي يمكن البناء عليها. المؤشر الوحيد الذي ظهر هو ميل يعني تبدأ في مواقف بعض القوى يعني الطائفية، وهو ميل تكتيكي للاقتراب من الحالة العربية. فيبدو أن المملكة العربية السعودية وبعض حلفائها قد بنوا على هذا يعني المؤشر، وهو مؤشر تكتيكي، فاقتراب تيار صدري من المملكة العربية السعودية وبعض القوى الشيعية، واقتراب تكتيكي هذا لا يعني أنهم في حالة إيران، إذ أن العلاقة بين هذه القوى وبين إيران علاقة استراتيجية، ولا يمكن يعني أي من هذه القوى اليوم أن يحدث يعني او ان يعني يصدر عنه تصرف استراتيجي بغير. دكتور، في هذه النقطة اذا سمحت لي، هذه القوى التي انفتحت عليها السعودية كما ذكرت، هي غير راغبة باحداث تغيير ما، هي غير قادرة على ان تصبح عكس التيار الايراني الموجود، هي ليست قادرة، لا تملك قدرة. هل العرب غير مستعدين أن يقدموا إسناداً جدياً وحقيقياً لهذه القوى لتكون بالضد من المشروع الإيراني ومخالبة في العراق؟ هي ليست راغبة وليست قادرة أيضاً، يعني هي ليست فقط ليست يعني لا تملك القدرة ولا تملك الرغبة. يا أخي، هذه القوى السياسية، التيار الصدري وغير التيار الصدري، مرتبطة القوى الإيرانية ارتباطاً استراتيجياً. إيران اليوم تهيمن على المشهد العراقي، فحتى لو فرضنا أن هناك بعض القوى التي تريد أن تفك العلاقة مع آخر، لا تستطيع أن تفعل ذلك في ظل المعادلة السياسية القائمة اليوم. ولكن كما قلت أن هذه القوى ليست بحالة خصومة استراتيجية مع إيران، وكل الذي حدث هو اقتراب تكتيكي من المملكة العربية السعودية. فالقراءة العربية، القراءة السعودية تحديدا، يبدو أنها قراءة ليست موضوعية ويعني ليست دقيقة للمشهد العراقي. أنا أريد أن أقول شيئا، الطيفان كريمان أشار يعني ثنايا الحديث يعني ألقيا بالدائمة على الحالة العربية، وأن العرب لم يقتدوا من العراق ولم يساهموا في إنقاذ العراق منذ الاحتلال وحتى اليوم، وأن تصرفاتهم إزاء العراق هي تصرفات رعنا. هذا كله صحيح وأنا أتفق معه تمام، ولكن إذا عكسنا الصورة الآن
القوى السياسية العراقية يعني سواء القوى ذات الفرجعية الإسلامية السنية أو القوى القومية ذات المنزع العربي، هل أبلت بلاء حسنا تصدي للمشروع الإيراني والهيمنة الإيرانية وبسط النفوذ الإيراني عبر هذه الأذرع السياسية الطائفية؟ أنا أقول أن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة. نحن رأينا منذ بداية الاحتلال 2003 أن كثيرا من هذه القوى سواء القوى الإسلامية السنية أو القوى العربية ذات المنزع القومي. إذا سمحت لي دكتور نقطة مهمة جدا، إذا سمحت لي نستمع، اسمح لي أشكرك لنستمع لهذه النقطة، نقطة مهمة جدا عن قضية عدم بلاء القوى السنية سواء كانت إسلامية أو قومية في قضية التصدي أو ردع النفوذ الإيراني. خلينا نسمع الجواب من دكتور عبد الحميد العاني من هيئة علماء المسلمين، وهي ضمن هذه القوى المناهضة أو المتصدية للمشروع الإيراني في العراق. سؤال جوهري من الأستاذ عبد الله، لكنه هنا أي قوى يتحدث عنها وما هي القوى التي تبحث عنها هذه الأنظمة الرسمية؟ أعتقد أن الأنظمة الرسمية هي لا تنظر إلا إلى القوى الرسمية كما قلت في مداخلتي الأولى، ولذلك يعني هذه القوى موجودة لكنها لم تحظى لا بالرعاية ولا بالدعم ولا بالاستماع من القوى العربية. القوى التي تسمى السنية داخل العملية السياسية فعلا هي بالعكس رسخت للوجود وللمشروع الإيراني. هو يقصد التي ضد إيران. أما القوى التي هي ضد المشروع الإيراني، هذه القوى هي موجودة ولها عمل على الأرض منذ بداية الاحتلال إلى الآن، التي تبنت المشروع المقاومة ومناهضة الاحتلال، لكن الدول الأنظمة العربية الرسمية أغلبها قد وقفت من هذه القوى الوطنية موقفا مخجلا حقيقة الأمر، إما بالتجاهل وببعض الأحيان بمحاربة هذه القوى. أما القوى الرسمية التي تعاملت مع هذه الأنظمة الرسمية، هذه كانت بالعكس مرسخة للمشروع الإيراني في العراق، وبالتالي انتقلت آثار هذا المشروع إلى المحيط العربي. نعم، يعني إما بالتواطؤ أو بالتغاضي. تواطؤ وتغاضي بالضبط. طيب، على أيضا في نقطة ذات صلة، أنه هذه العملية السياسية الآن موجودة في العراق بعد هذه الصفعة الكبيرة التي تلقتها بالمقاطعة الشعبية الكبيرة، طبعا هذا التوصيف على حد تعبير أحد شركاء العملية السياسية، والتزوير الكبير أيضا، والحديث شركاء العملية السياسية أنه هذه التزوير لا تؤهل غير يعني العملية الانتخابية لن تؤهل حكومة شرعية قادمة في العراق شرعية بين قوسين من وجهة نظر حتى شركاء العملية السياسية. مفارقة، العرب الآن يصبغون كل هذا الدعم على هذا المشروع، على هذه العملية السياسية الآن في الوقت الذي فيه العملية السياسية شبه تحتضر، يعني أليس أمرا غريبا؟ كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه هذه الأنظمة الرسمية لا تنظر إلى واقع العراق إلا بالنظارة الأمريكية، وهو كما قلت المشروع السياسي الرسمي الوحيد الشرعي الذي لا يجب التعامل مع غيره. ومن هنا رأينا أن هذه الأنظمة تتعامل إما مع الترغيب الأمريكي أو التهديد الأمريكي، كلاهما مع هذا الواقع الرسمي فقط، ولا يحاولون أن يجربوا الأشياء الأخرى. أي مشروع يقوم به الإنسان، وفضلا عن الإنسان الأشخاص الدول، يجب أن يكون هنالك مراجعة دورية وهنالك تقييم. هذا التقييم هل حصل لدى هذه الدول؟ الذي رأيناه للأسف أنه استمرار في هذه السكة وتجاهل لهذا التقييم. واليوم بالمناسبة في بياننا الذي صدر اليوم وعبر الندوة التي أقامها المكتب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، ركزنا وذكرنا هذه النقطة، هذه الجزء، قلنا أن هذه الانتخابات الذي الشيء الأفرزته الجديد وما له علاقة بملف الدول العربية الأنظمة الرسمية، أنه أثبت عدم تحقق رؤية هذه الدول كثير منها وخططها في صناعة واقع جديد عبر تحالفات معينة، بل بالعكس أثبتت الانتخابات الجديدة أن التحالفات التي يصرف عليها أيضا مليارات ملايين هنا أثبتت فشلها، وأنها تشتتت هذه القوى التي كان يبنى عليها بعض الآمال، وبالتالي نحن لا نرى أن هنالك أي انفراج في ظل هذا القطار. هذا المسار يجب أن ينظر إليه، يعاد النظر إليه من نظرة جذرية من أصوله، أنه لا بد من تغيير المسار. نعم. ليس فقط لواقع العراق، ذكر الدكتور قبل قليل، القضية هي قضية أمن قومي للمنطقة كلها، والعراق
أمن العراق، استقرار العراق، وفيه صمام أمان للوقوف بوجه المشروع الإيراني الذي تمدد بالمنطقة بسبب إهبال هذا الأمر. على ذكر أيضا المراهنة على بعض القوى الطائفية ضمن العملية السياسية أو الإجراءات الترقيعية أو الشكلية هنا هناك مع بقاء نفس الأسس، دكتور رافع، العرب هل يتوقعون أنه بهذا الاحتفاء بالانتخابات وبعض القوى الطائفية فيها أنهم سيحدثون شرخا في هذا الجدار الطائفي؟ هل ستسمح إيران بعد 15 سنة من البناء والتمكن والاختراق والنفوذ، ستسمح لأي كان أن يتلاعب بأسس العملية السياسية الرئيسية؟ يعني هذا جزء من الرؤية القاصرة للنظام العربي الرسمي، لأطراف كثيرة من النظام العربي الرسمي لما يجري في العراق. الموجود في العراق ليس إطارا سياسيا وطنيا فيه حكومة، فيه قوى قد تخطئ، قد تكون لها سياسات، وهناك قوى معارضة داخل هذا الإطار تعارض هذا التوجه، وبالإمكان أن تدعم هذه القوى لكي يكون الصوت الطبيعي، الصوت العربي، الصوت الوطني، الصوت الإنساني هو المرجح، وموازناً على الأقل موازناً حتى أن تحدث موازن. نعم. الإطار السياسي، العملية السياسية التي بنيت في العراق من عام 2003 لحد الآن إطارها واضح، إطار محاصصي مبني على الطائفية، مبني على المحاصصات الطائفية والإثنية، ومبني على حصص موزعة لكل هذه الأطراف وحصص من نسب ومحددة، حددها بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق من عام 2003 وذهب، والعملية السياسية ماضية في طريقه، وهذا ما يحقق مصلحة أمريكية وإيرانية في نفس الوقت. نعم نعم، يتخادمون لأجل بقائها ولذلك يدافعون عنها، هذا النموذج الذي أرادوا، وهذا في ضياع للعراق. البعض عندما ينظرون إلى هذه القضية الآن، بعض النظام العربي الرسمي عندما ينظر إلى هذه القضية ينظر إليها من ثقب باب، وليس من أن يفتح الباب وينظر إليها بشكل واضح، من ثقب الباب فيرى زاوية بسيطة هو يعتقد أنها صحيحة وهي غير صحيحة. هذه القوى التي داخل العملية السياسية كلها مملوكة، كلها تمضي بإملاءات خارجية إيرانية واضحة، لا يمكن قوى سنية كردية عربية كلها في هذا الإطار. دكتور، هذا الخلل في التقييم للوضع في العرب الرسمي للعراق، هل هو متعلق بقضية أنه الخلل في نظرة العرب والتقييم، خلل أيضا في القوى المناهضة لهذا المشروع، المشروع الأمريكي، المشروع الإيراني، أنه لا يقدم تقييما حقيقيا، لا يقدم الصورة الحقيقية عن الواقع العراقي؟ أين الخلل؟ خلل عدم تواصل، عدم تنسيق، عدم جفوة نفور. أستاذ ماجد، هناك خلل مركب. نعم. في النظام الرسمي العربي لا يريد أن يسمع ولا يرى الحقيقة، لا يريد أن يسمع ويمضي في الإملاءات التي تأتيه من الخارج، ويعتقد أن في هذا الموضوع يعني صونا لكرامته، لحدوده، لأمن الوطني، هكذا يعتقد، والموضوع عكس هذا تماما. في الجانب الآخر، القوى المناهضة للجانب السياسي والاحتلال لا تعاني من خلل، هذه تعاني من عدم وجود مساحة، من عدم إعطائها فرصة، أو أذل الإصغاء، لا أحد يسمع، لا يريد أحد أن يمد يده، لا أحد يريد أن يستمع إليها. القضية متعلقة بأن هناك مشروع ويجب أن يمضي هذا المشروع، يذهب بالعراق إلى الخراب، إذا ما ذهب العراق إلى هذا الخراب فهذا الخراب سينعكس على الآخرين، لا يحسبون هذا الحساب، هذا الخراب سينعكس عليكم جميعا، مو من أجل مصلحة العراق لكن من أجل مصلحتكم، يجب إيقاف هذا الموضوع، وإيقاف هذا الموضوع بدعم هذه القوى المناهضة لهذه العملية الخاربة، لهذا الخراب، لهذا الفساد، لهذه الطائفية، لهذه الهيمنة الإيرانية. كيف تواجه إيران وأنت تدعم قوى هي تابعة لإيران؟ هذه قضية فيها 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 يعني ازدواجية وضحك. نقطة مهمة في حظوظ العرب، دكتور عبد الله الغيلان في مسقط، إذا كان العرب غير مستعدين للاستماع إلى الذين يناهضون هذا المشروع، رافضيه، يعني المشروع الأمريكي، المشروع الإيراني كما قال دكتور رافع، غير مستعدين لأن يسمعوا الحقيقة كما موجودة في العراق، هل ترى إذن ثمة حظوظ لهذه المساعي أو الجهود العربية
في العراق لإنقاذ العراق، أو على الأقل دفع الشر القادم من العراق في ظل هذا الإطار السياسي أو هذا المشروع الموجود. هل سينجحون في إحداث قوة في هذا الجدار الطائفي بهذا الانفتاح على العملية السياسية وبعض قواها الطائفية؟ أما أن يأتي الإنقاذ من الخارج فهذا أمر محال. يعني أولا كما قلنا في مطلع هذا الحديث أنه لا يوجد هناك مشروع عربي يمكن يعني المراهنة عليه. القراءة العربية للعراق هي قراءة ليست راشدة. الدولة العربية التي تقود اليوم يعني الصراع مع إيران يبدو أنها لا تملك رؤية لمنازلة المشروع الإيراني لا في العراق ولا في اليمن ولا في سوريا ولا حتى في منطقة الخليج. إذن المراهنة على عملية إنقاذ تأتي من الخارج مما يسمى بالنظام العربي، وليس هناك في حقيقة الأمر نظاما عربيا يعني يمكن أن يعني متبلورا يمكن المراهنة عليه. ولكني أقول أن السياسية العراقية الحرة أو السنية أو الكردية ينبغي يعني هي التي تتحمل النصيب الأوفر من يعني إنقاذ العراق. الخطوة الأولى هي محاولة خلق ميزان قوى جديد في العراق، عندئذ ميزان القوى هذا يمكن أن يجلب إليك الآخرون. العمل السياسي أخي ليس عملا خيريا، العمل السياسي يقوم على مفهوم القوة الباور. العمل هل تعتقد دكتور، احنا في الدقائق الأخيرة إذا سمحت لي دكتور عبد الله، هل تعتقد أن القطار قد فات العرب والوقت فات، أم لا زالت فرصة أمام العرب لإحداث هذا التوازن تتحدث عنه جنابك الكريم في العراق؟ كلا، أنا اللحظة الراهنة هي اللحظة المناسبة اليوم لإحداث اختراق في الحالة العراقية. هناك حالة انهيار في داخل العراق على المستوى السياسي. القوى السياسية المذهبية فقدت كل مصداقيتها أو ما تبقى لها من مصداقية. هناك انقسام كلي بين المكونات الشعبية وبين هذه القوى السياسية. إذن هذه اللحظة التاريخية المناسبة لإحداث اختراق الحالة السياسية، تفكيك الموجود وإعادة تطبيع على النحو الذي يخدم المصالح القومية العراقية والمصالح القومية العربية، وعلى القوى الداخلية العراقية الحرة أن تحدث هكذا تغيير وأن يعني تبني ميزان قوى جديد. عندئذ يمكن للحالة العربية من الخارج أن تتناغم مع الوضع الداخلي العراقي. أما في حالة انهيار فأعتقد أن الحالة العراقية ليست جاذبة يعني القوى العربية من الخارج. إذن المسألة تبدأ من الداخل بخلق ميزان قوى جديد، عندئذ يمكن لهذا الميزان أن يتناغم مع المصالح العربية العليا. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الحميد العاني، كما قال دكتور الغيلاني، المطلوب الآن من القوى الوطنية في العراق إحداث ميزان جديد في العراق، استثمار هذه اللحظة التاريخية الموجودة الآن. ما هو المطلوب أيضا من هذه القوى لإحداث هذا الميزان؟ ما هو المطلوب منها أيضا فيما يتعلق بعلاقتها بالعرب المهتمين بقضية العراق؟ القوى الوطنية موجودة منذ الأيام الأولى للاحتلال، وتواصلت مع هذه الأنظمة الرسمية والمحيط والمجتمع الدولي، وأوصلت لهم وجهة النظر التي تبناها هذه القوى الوطنية. وقد المؤسسة الرسمية حتى الجامعة العربية قد جربت بأنفسها التحاور والتعامل مع هذه القوى ومع القوى الرسمية في المشروع السياسي الأمريكي، عبر على الأقل عبر مؤتمري القاهرة، وعرفت من الذي نكص ونكث بالوعود والعهود، ومن الذي كان له الأثر في إحداث الدمار في العراق وانتقال نار إيران إلى المحيط العربي. لذلك هنا الدعوة إلى هذه الأنظمة أنه تراجع موقفها من جديد، وأنها تنظر إلى صوت العراق. 80% من الشعب العراقي اليوم قاطع الانتخابات، موقف شعبي ضد العملية السياسية، ليس تكاسلا كما قلنا أكثر من مرة، وإنما موقف ضد العملية السياسية، ليس موقفا ضد أشخاص، موقفا ضد العملية السياسية. إذن لا بد لهذا المجتمع الدولي وعلى رأسهم المحيط العربي الإقليمي أنه يراجع ويستمع إلى وجهة نظر هذا الشعب العراقي المقاطع لهذه العملية.
من يمثله هنالك العديد من القوى وعلى رأسها القوى المناهضة للاحتلال التي تعرف هذه الأنظمة العربية من هي هذه القوى ولديها بعض خطوط التواصل معها. هنا أؤكد ما ذكرناه اليوم في بياننا اليوم وقلناه بالنص أقرأ، نعم، أننا ندعو المجتمع الدولي ولا سيما الدول الإقليمية لإعادة قراءتها للمشهد انطلاقا من إرادة الشعب العراقي، إرادة الشعب العراقي الذي عبر عن موقفه 80% منهم في رفضه لهذه العملية السياسية. شكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وأيضا شكر ثانية للدكتور عبد الله الغيلاني الباحث في الشؤون الاستراتيجية كان معنا من عمان من مسقط عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في بعض المواقف العربية الرسمية من الانتخابات والتعويل على بعض القوى الطائفية في العراق لبلورة مسار للإنقاذ. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. دكتور، العرب الرسميين تركوا العراق خلال 15 سنة، حتى قال وزير الخارجية السعودي السابق أن أمريكا سلمت العراق على طبق من ذهب. إيران تمكنت خلال 15 سنة عبر مخالب وأدوات الكثيرة من التغلغل والتمكن في العراق والاستحواذ عليه بالكلية. العرب الآن عادوا لمحاولة الإنقاذ بالتعويل على هذه القوى الطائفية والمخالب والميليشيات وفرق الموت. هل هذا حصيف سياسيا؟ حقيقة ما تحدثنا به اليوم في هذه الطاولة كان واضح جدا أنه الرؤية العربية الرسمية قاصرة عن رؤية ما يحدث في العراق بشكل واقعي. يعني العرب عدموا الوسائل الأخرى والجهات الأخرى أن, 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 أن ينفتحوا عليها ويتفاهموا معها؟ هذه المشكلة، هناك إملاءات خارجية لهذا النظام الرسمي يجب أن يتخلصوا منه. العراق من الأهمية بمكان، العراق بالخطورة التي هو فيها يجب أن لا يترك هكذا. العرب يجب أن يعوا أن وجود عراق متفجرا بهذه الطريقة 15 سنة والمستقبل يعد بأكثر من هذه الفوضى واشتعال هذه النار سيؤثر عليهم، سيؤثر على مصالحهم الخاصة، سيؤثر على أنظمتهم، فبالتالي هم دفاعا عن أنفسهم، دفاعا عن أنظمتهم يجب أن يتحركوا باتجاه دعم القوى المناهضة لهذا المشروع. هذا مشروع تخريبي، مشروع يؤجج النار، نعم، يؤجج الخراب، يدفع إليهم بالخراب. هذا مشروع لا يمكن دعمه، دعم قوى من داخله اللعب على التناقضات لا يجدي. هذه تجربة من 15 سنة فاشلة، رؤيتها فاشلة. الآن على العرب أن ينظروا إلى المتغيرات الحاصلة دوليا إقليميا محليا داخل العراق. عندما العراق يرفض 80% من الشعب العراقي هذه العملية، هذا مؤشر كبير عليهم أن يتعاملوا معه. كيف يتعاملوا معه؟ بالعودة إلى القوى العملية السياسية التي رفضها العراق، أم بالذهاب إلى القوى المناهضة لهذه العملية؟ هذه الرؤية يجب أن تتغير، والقوى المناهضة للاحتلال، القوى الوطنية، على استعداد أن ترى وتسمع الآخرين كيف يمكن أن يحل هذا الموضوع. شكرا دكتور، نلتقي في الأسبوع. بارك الله.